انت منيح؟ وين الباقيين؟ نزلوا على البلد مش متاخرين. بعض في شباب هناك بتوزع موانئ. اذا بتقرر تبقى راح تروح تساعدهم بكره. تقدر تاخذ الخيمه. صار لها كم يوم فاضيه. اللي جابها راح وما رجع. قدر يمرق. المفروض انه مرق. على كل حال ما حدا شافه تقول. كيف المنطقة هون؟ واسعة وكبيرة كثير. راح تشوف بعينك. بس شوف مع حراسة مشددة العبور صعب. لأن عددهم كبير منتشرين منيح بالمينا وسارعين. حاولت العبور منهم قبل هيك؟ من شو ما رقدر بس دايما لو لا سمح الله اعتقلوك تحت شاحني ولا في الخلاء اهم شيء انك ما تفتحش تمك ولا بكلمه تعرف اللي تعرفوا على لغتهم ولهجتهم تم ترحيلهم فورا كثير في حركة الليلة ما في حاجة للمجازفة ما حدا راح يقدر يعبر بعد بكير يمكن تهدى الأمور خلينا نستنى شوي مع عدد البشر موجود الليلة؟ لا مش شكلها راح تهدى هي صباح حاولوا إذا بدكم أنا الليلة ما راح أحاول أنا باقي أنا كمان
وينو؟ طلعنا من الجهة الشمالية، تخبينا على جنب الطريق، ضلينا بدون ولا حركة لمدة طويلة. كل شيء كان ماشي تمام، فجأة ضربت صفارة الإنذار، ركضنا على الطريق السريع، هبطت على الرمل وكملت. وصلت الجهة الثانية، لفيت لورا، شفت حسن، بعدها اندفع لجهتي، صرخت بأعلى صوتي علشان يوقف. سمعت الخبطة، شفته بيختفي تحت الشاحنة، كمان صوت البريكات سمعته. بعدها بلشت السيارات توقف على الجناب، الركاب صاروا ينزلوا من السيارات، وقفوا لمدة طويلة على جنب الطريق. بعدها وصلت سيارة الإسعاف، أجوا رجال غطوا الجثة بشقفة قماش أبيض واخدوها معهم. كمان واحد ضلوا ينظفوا الدم السائل على الطريق. بعدها بكمان دقيقة رجع الشارع فتح من أول وجديد. Oh!
جيبوا السيارة، افتحوا الابواب وحطوني فيها اذا بدكم، طالعوا بدون اي مقاومة، لكن اتأكدوا انكم مش رايحين تخلصوا مني. راح اعبر البحار كمان مرة واتجاوز حواجزكم كمان مرة، راح اخليكم تحطوني على الارض كمان مرة. وليكن معلوما لديكم انني سازداد عددا في كل مرة، وفي كل مرة سازداد شخصا جديدا، وفي كل مرة سيكون عليكم ارسالنا الى اماكن ابعد. واعلموا انه سياتيكم زمن قريبا جدا تضعف فيه سواعدكم، تضيق فيه مركباتكم، تثقل فيه طائراتكم. قريبا جدا سيقيم حشد على أبواب المدينة، قريبا سيسمع أطفالكم من نوافذ المنازل صرخات تقول إننا باقون، منتصبون كأشباحكم. طيب يا أوروبا، يا عجوز السو، ساعتها مش رايحين تلكوا ولا مكان تبعتونا لإله، لأنه كل البحار راح تكون عبرت وكل الحدود قد تم تجاوزها. Quelque chose a cédé. Il y a eu un grand bruit sur la côte. Un choc. Chacun d'abord est rentré. On a rappelé les enfants, fermé les portes, les volets. Et beaucoup, presque toutes les familles ont une par une quitté la ville. Puis on a vu venir des camions aux portes de la ville. Des hommes ont ouvert les bâches. Et on a vu descendre partout
des cargaisons entières de visages. Des centaines, puis des milliers de visages. Et pendant plusieurs jours, les camions ont sans arrêt afflué de la côte. Au premier jour, on a appelé ce temps-là le grand siège. Puis quand ce temps s'est prolongé, on l'a simplement appelé le siège. Et puis pour finir, comme rien ni personne n'a jamais bougé, on ne l'a plus appelé du tout. Et on a continué, sans bouger, à regarder les feux de camp brûler aux portes de la ville.